بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. طبعا فيديو اليوم عن فتية الصاج بالدجاج المحشي أو دجاج محشي على فتية الصاج الفلسطيني. طبعا أول إشي بنجيب البرغل أو رز بنقعه، بنجيب مقدار كوبايتين وبنقعها في المية، بعدين بنجيب بصلة بنقطعها قطعة صغيرة وبنحط عليها التوابل. بدنا نخلص التوابل بنحملها شوية اشي بسيط يعني على الغاز، وبنجيب البرغل او الرز ونقوم ب ونحط عليه حبة طماطم او بندورة وبنحرك عليه على الغاز، بنحرك عليه على الغاز عشان يعطينا سي ويكون السي كامل طبعا. وبنجيب معانا ثلاث فرخات وبنقوم بحشيهن. طيب طبعا بعد ما ننظف الفراخ كما هو موضح امامنا في صورة الفيديو، هاي معنا ثلاث فرخات يعني متوسط الفرخة كيلو 200 جرام، يعني اكتر من هيك ما بيزيدش. وبنجيب الحشوة تاعتنا اللي عملناها على النار او على الغاز ونقوم بوضعها داخل الفرخة، يعني بنحشي الفراخ بهذه الحشوة مع التتبيلة طبعا، والتتبيلة معروفة ابهار رز مع الفلفل الاسود والملح والكمون وجوزة الطيب ومع ورق الغار. طب احنا كان عندي فتافيت ورق غار اللي حطيناه على الحشوة. ونقوم الان بحشي الفراخ. وعند انتهاء الحشي الفراخ بنحط الفراخ في على طنجرة عشان يستوي. وهنا بنجيب قطع البصل شرائح وبنحط عليه البهارات. بعد ما حمرنا الفراخ على الزيت على الغاز بنحطهم في طنجرة وبنحط 2 لتر مية عشان يتطبخن وينسلقن. الآن الفراخ جاهزات بعد ما حمرناها على الزيت، وبنحطهم في الحلة أو في الطنجرة كما هو موضح أمامنا لغاية ما يستوون أبو ساعة ساعة ونص زي هيك. وخلوكم معنا إلى نهاية الفيديو كيف نقدم الفراخ المحشية. وهذا الشكل النهائي لفتية الصاج بالدجاج المحشي والمحمر أيضا، شهية طيبة للجميع. طبعا احنا بالجمعة معظم العائلات الفلسطينية بتعمل فت صاج او مفتول او كبسة او مقلوبة، يعني اليوم اللي بيجتمع فيه افراد العائلة على الغداء. وصحة وعافية علينا جميعا. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسوناش الاشتراك في القناة اذا انتم مش مشتركين، وضغط زر الجرس واختيار الكل مع ترك تعليق اسفل الفيديو والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة عليكم جميعا.